النهارده بقى في تدريب النادي الاهلي وحدات تدريبيه متنوعه لحراس مرمى النادي الاهلي. ميشيل يانكو ميشيل مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي النهارده خصص اكثر من وحده تدريبيه متنوعه لحراسه المرمى في المران المسائي الذي اقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيره. شهدت التدريبات مشاركه شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، احمد طارق سليمان، حيث خضع الرباعي لتدريبات قويه تحت اشراف يانكون ميشيل. فايلر بيجتمع مع لاعبي النادي الاهلي وجهازه المعاون زي ما حضراتكم شايفين. قعد فايلر في وسط الملعب مع جهازه المعاون واتكلم معاهم فيما سيحدث اثناء الحصه التدريبيه. وبرضه مستر رينيه فايلر عقد جلسه خاصه مع اللاعبين قبل المران المسائي عقب خضوع اللاعبين للتدريبات البدنيه تحت اشراف توماس بينكل مخطط الاحمال البدنيه بالجهاز الفني الجديد. طيب ايه اللي حصل بقى اثناء المران؟ اللي حصل اثناء المران كان هناك فقرات خاصه للكرات العرضيه في مران النادي الاهلي. كذا مره بالمناسبه النهارده فايلر وقف المران لتصويب الاخطاء، يعني شايف ان مثلا فلان بيجي يرفع الاوفر بتطلع غلط، التحركات بتبقى فيها بعض الامور الخاطئه، وبالتالي بيوقف التمرين وبيقول لهم يا جماعه خلينا نتحرك صح ونرفع صح زي ما حضراتكم عارفين دائما ماذا يحدث. محمود وحيد ايضا لاعب النادي الاهلي بيواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتاهيلي بعد ان تعرض لكدمه في القدم ابعدته عن المشاركه الجماعيه. هيخضع وحيد ان شاء الله لفحص طبي خلال ال 48 ساعه المقبله لتحديد فرص مشاركته في المباريات القادمه. والدكتور خالد طبعا طبيب الفريق عقد جلسه ايضا مع محمود وحيد للاطمئنان عليه وقياس مدى التحسن الذي طرا على حالته. ايضا بما اننا بنتكلم على مستشفى النادي الاهلي والحمد لله وما فيش غير اثنين ولا ثلاث لاعبين، رامي ربيعه بيواصل ايضا تنفيذ برنامجه العلاجي وطبعا بيعاني من شد في العضله الخلفيه. نهايه المران كانت ازاي بقى؟ نهايه المران كانت عباره عن تقسيمه بطول الملعب. قسم الفرقه لمجموعتين، تقسيمه قويه، حصلت تقسيمه قويه بطول الملعب. التقسيمات دي بالمناسبه بتبقى مع مدرب او مدير فني جديد ومع جهاز جديد بتبقى غايه في السخونه والروعه. الحقيقه يعني مثل هذه التقسيمات زي ما حضراتكم عارفين اللي بيحصل ده كله طبعا استعدادا لمباراه النادي الاهلي لمواجهه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا والمحدد ليها ان شاء الله يوم 14 من سبتمبر الجاني في غينيا الجاري في غينيا الاستوائيه، حيث صعد النادي الاهلي الى هذا الدور عقب تخطي نادي اطلع بره من جنوب السودان. مش هقول لكم النتيجه بقى ولا ايه، 13-0 الحقيقه النتيجه كانت مجموع المباراتين. طيب دي كانت اخبارنا النهارده. مع ان التمرين ممتع خلينا نتفرج على التمرين، الواحد مستمتع وهو قاعد بيتفرج على التمرين. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، نجم الكبير الكابتن فتحي نصيري، نجم الكبير